اخيرا شغلت ليتات بالخيمة، ما بغيت يذيل الحين شاي مخدر ضبط شوي المكان. السلام عليكم جميعا، حياكم الله اليوم في سنابي مصر اندرسكور ستوديو. اليوم بإذن الله راح استعرض إياكم وجبات ثلاثة أيام من مطعم مصل ميكر. طبعا المطعم غني عن التعريف حاليا، وهو فرانشايز من أمريكا، وتبطل له فرعين، فرع بالسالمية وفرع في أبو الحصاني ذا فيلج. خلونا نشوف أول شيء بعض الوجبات. طبعا هو أنا اشتراكي ثلاث وجبات باليوم، 200 جرام بروتين و 50 جرام كارب، وبالنسبة حق السويت أو سناك واحد باليوم. يجي لك البوكس مثل ما أنت شايف، هذا البوكس، تحط البوكس على طول، راح يحتوي على الثلاث وجبات هني مثل ما أنتم شايفين مع سناك. طبعا أنا كليت وجبة وسناك، فاعذروني إذا ناقص البوكس. هو البوكس يجي ثلاث وجبات كذي، أوكي، وبنفس الوقت يسناك. طبعا افضل ان المطعم يذكر التاريخ، لان مثل ما ندري ان في بعض الاحيان ما نكمل وجبات او شيء يصير عندك ظروف. اتمنى المطعم ان شاء الله ياخذ هالشيء بعين الاعتبار، انه ينذكر تاريخ الوجبه. ني حق الوجبات، بالنسبه حق تاريخ 12، هذه كانت الوجبه الاولى. طبعا هذه من اقوى الوجبات، انا عندي تشيكن ناجتس، صوصها وايد قوي وحلو. خلنا رايكم شوف، انا بطلتها وما شاء الله ريحه قويه. هذه واحده، وهذه الثانيه عباره عن تشيكن في بالبقسماط مع بطاط وليمون والصوص مالت البقسماط. وفي هني بالنسبه حق النوع هذا من الاكل يعتبر مثل قريب على المكسيكان، يعني شوي يعني ساعات يكون قريب على المكسيكان، تلقى بعض الوجبات يحطونهم، فتشوف عيش عادي مع شوية خضرة ويا جبن، وبنفس الوقت البروتين اللي هو مثل ما قلنا دي اي. طبعا يا لنفس الوجبة تقريبا بس لحم مفروم، انا افضل هذه عن اللحم المفروم. بس هذه الثلاث وجبات حق يوم 12، خلا راكم 13. بالنسبة حق وجبات 13 مثل ما انتم شايفين هني شوي يفرق موضوع بدال الخضرة وبدال الجبن الابيض، هني اليلو تشيز، وبنفس الوقت التركي بيكن مع الخمسين جرام عيش. بالنسبة حق الوجبة الثانية كانت عبارة عن دي اي مع مكسرات وبنفس الوقت عيش، بس انا شوي دعمت البوكس ودلنا هني. المهم ني حق الوجبة الثالثة واللي هي عبارة عن ستيك مع مشروم وعيش. هذه من أقوى الوجبات اللي كليتها بالمطعم، مع اللي هو مثل ما قلت اللي هو ناجتس، وبنفس الوقت هذه الوجبة هم من حلوة. هذيل حق تاريخ 13، نشوف تاريخ 14. بالنسبة حق تاريخ اليوم اللي هو تاريخ 14، وصل لي هالوجبات مثل ما أنتم شايفين. طبعا يوصل لك تقريبا وجبة واحدة سلمون، وهذه ميزة بالمطعم، مو كل المطاعم يقدمون لك سلمون، غير الوايت فيش ما يقدمون. وهم سألت راعي المطعم وتأكد ان الوايت فيش عنده مو اي وايت فيش، هو عبارة عن البلطي، فاللي يأكلون بلطي كوايت فيش اتس اوكي، عندهم بلطي وشيء معتمد وغالي. وبالنسبة حق السلمون مثل ما انتم شايفين، طبعا الكل يدري كم قيمة السلمون، فلما يحط لك اياه وذن الاشتراك مالك هذا شيء كريدت حق المطعم. بالنسبة حق السناكات، هذه السناكات طبعا نادر ما يجيلك حلو، وهذا شيء وايد افضله. انا افضل اني اكل، افضل اني اكل فواكه، وفي عنده سلطات صراحة يصدمك فيها، سلطات فواكه انت ما تتوقع ان الكومبينيشن ممكن يركب، بس طعم نار او الانجريدينتس قويه. المهم
هذا بالنسبة حق الوجبات حق 3 أيام. أتمنى أن السنابات هذه تفيدكم إذا أنتم بخاطركم تجربون. المطعم مصل ميكر ميزته تقدر تشترك اشتراك أو يوم واحد وتجرب الطعم مال الوجبات اللي أنت تنقيهم. وهم فيه هم نظام جديد مستعمل في مطاعم الدايت، انك انت تشترك او تدفع حق مثلا 30 وجبة وانت بكيفك تقدر تصرف 30 وجبة متى ما بغيت. هذا كان كل شيء حق اليوم، ويعطيكم العافية. ان شاء الله في سنابات جاية بعد فترة هم من كل يوم شنو يوصلني مثلا من المطعم راح اراويكم ان شاء الله. وبالنسبة حق رأيي بالنهاية عن المطعم راح يكون ان شاء الله عن طريق مثل ما عودتكم باليوتيوب، بس انا سويت هالطريقة لان في وايد شباب يقولون ما يكفي تراوينا بس 3 وجبات او 4 وجبات بفيديو باليوتيوب، وصعب بالنسبة لي اني احط كل الوجبات في اليوتيوب، راح يصير لود على المقطع، راح يطول اكثر من 10 دقائق. فاضطريت اني احول على سناب شات وبحيث اني اخذ راحتي وانا اتكلم ولا اضايقكم لا بالانستغرام ولا باليوتيوب. فاللي بيتابع يقدر يتابع عن طريق الانستغرام مجموعة الوجبات اللي توصلني باليوم. ويعطيكم العافية ونشوفكم على خير. يعطيكم العافية وحياكم الله مرة ثانية. اليوم في ريفيو جديد بالنسبة حق مطعم مصل ميكر حق وجبات اليوم. طبعا هذه الوجبات تكون حق باتشر، فتير اليوم تكون حق باتشر. هذا الدي اي اللي هو التشيكن ناجتس. حاليا هذه يعني تاريخ 12، واليوم تاريخ كم اليوم التاريخ والله 15. نفس الشيء بالنسبة حق هذا لحم مفروم حق اللي يحب اللحم مفروم مع براون رايس. هذه الوجبة الثانية، مكتوب 2 و3 بس انا احاول اخلي الميدل ستيك. هذه الوجبة الثانية، مكتوب عليها الثانية، ما الأولى سوري، هي دي اي والتركي بيكن مع الصوص. طعمها وايد لذيذ، وايد 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 لذيذ، هذا أحبها. وفي واحدة ثانية نفسها تقريبا بس ليفرق ما فيها فيجيتابل، ونوع التشيز يكون فيها تشيز مو صوص التشيز. في تي وجبتين، مرة الوايت تشيز ومرة اللي هو اليلو تشيز. وهذه السناك سوب، عبارة عن سوب. هذا بالنسبة حق وجبات اللي وصلنا اليوم ليوم الغد. إن شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامة.